ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الاثنين 2 يناير كانون التالي 2023. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية الاولى مواليد 22 نوفمبر لواحد ديسمبر. انت النهاردة في حالة بدنية وذهنية احسن حال، هيبقى عندك تأثير ايجابي كبير على كل الاشخاص اللي حواليك اللي بيلاحظوا ازاي انت ايجابي. لمعانك في ثقة كبيرة، هتنفذ كل الحماس اللي بتبقى بتغمرك وبتتخلي لكل اللي انت حابب تنفذه وتحققه. بالنسبة ليك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية التانية مواليد 2 ديسمبر ل 11 ديسمبر، عندك سكينة وصفاء واضحين جدا ذهنيا، هتبتدي تحصل عليهم، كنت دايما بتدور عنهم. في خلال القوة اللي هتبقى داخلية عندك، هتبقى بتنبع منك ثقة ونزاهة واضحة، هيطلب منك كل اصدقائك القريبين وكل زملائك في الشغل المساعدة والعون، فما تتأخرش عن انك تقدم المساعدة قدر الامكان. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 ديسمبر ل 21 ديسمبر، هتلاقي سهولة في تعاملاتك الايجابية مع كل الاشخاص اللي حواليك في الوقت الحالي، الكل هيبدو منجذب ليك، كل الصلات اللي بتبقى عندك ليها تأثير ايجابي على مستقبلك، هتبتدي تظهر في كل مكان. طيب كده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا، وانا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.